ينتهي من بركات لريكاردينيو لاحمد مجدي وتسديده يطير ويثبتها. يا سلام يا امير مثبت الكوره. شوفوها مره ثانيه الكوره لما يبقى فيها استعراض يا جماعه على الملعب. ايمن بيلعب لاجوجو بيحط الكوره مفيش تسلل. حلوه 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 وبيرقص وسقوط على الارض وامير عبد الحميد بيطلع الكوره بره الملعب. يعني بقول لحضراتكم ادي الكوره ترجمة
والتسديده مره ثانيه ومره ثالثه المحاوله ولسه قائمه والتسديده مره دي بيطلع الطابور يعني اقول لحضرتك مش ممكن هذه التسديده اللي هو في المكافأة الكبيرة والكاس على طول يرفع في سماء استاد القاهرة بيد قائد النادي الأهلي الكاس كاس السوبر We'll be right back.
كده روعت الروعه في البرج البعيد، في البرج البعيد يا يا الارتداد من رامي ربيعه تتحط حلوه حلوه حلوه. ادي الكوره وادي الاعلان، هيعلق هيعلق الارضيه وعايز يسدد، مفيش وقت للكلام ده. طويله مره ثانيه في اليمين اطول من لازم، يتدخل ويدي ايه ضرب الجزاء. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، بقول لحضراتكم اخر فرصه اخر فرصه في الشوط الاول. الكوره صبحي دخل لجوه، خلي بالك خلي بالك، وادي واحده كده من حاجات حماده طلبه يقع على الارض رمضان. يا راجل يا راجل يا حماده يا طلبه، ولا خليها لازمه على الاطلاق. وضرب الجزاء للنادي الاهلي، ربما تعدنا الى نقطه الصفر. يا نهار ابيض يا نهار ابيض على الكوره، الكوره عبد الله السعيد عمال يطلع من بقه وياخد من مناخيره، عايز يخلص من الكوره. الشناوي وعبد الله السعيد، عبد الله السعيد بيقرا عديد ياسين، عايز يخش ويحط ويخلص. عبد الله السعيد هتطلع كسبان هيلا مره تانية وخطيره المره دي. وليد سليمان وايه؟ وليد سليمان وايه؟ وايه ضربه جزاء وانذار؟ انذار لمين؟ يا نهار يا نهار ابيض يا كوم، اتقلبت الغداره اتقلبت الغداره. كرة القدم روعه روعه من المعلم حسام خالد، وكوم يخش كده بشكل غير احترافي. وليد سليمان يضحك عليه ضرب الجزاء. يا عيني على الجمال، يا عيني على الحلاوه، يا عيني على الطعامه. هل عبد الله سعيد اللي يشوط، ولا وليد سليمان اللي يشوط، ولا حسام عاشور اللي يشوط؟ هنشوف يا جماعه. كره القدم غداره زي السواق الدواره، ما تقدرش تقف على جنب ابدا. الزمالك كان متقدم واحد وجات له ضربه جزاء كهربا اثرها، رغم عدم رغبة مديره الفني على التسديد اتحطت في ايد الحارس. يتعادل الاهلي بضرب الجزاء في الوقت الضائع في الشوط الاول، وياخد ضرب الجزاء في الدقيقة 52. مين اللي هيشوط؟ عبد الله سعيد هو هو. هل هي فكرة ذكية؟ هنشوف. عبد الله سعيد هل نفس الزاوية؟ هل هيغير الزاوية؟ خد نفسك من مناخيرك وطلع من بقك وارحم بقلبك وهوب يا عيني عليك. يخرب عقلك يا راجل، ده انت اعصابك ميتة يا ابني، ده انت واخد حقن البنج ولا مفيش. حلوة 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 حلوة. عبد الله سعيد بعد ما حط حقنة في العضل اليمين فصار الحقنة في العضل الشمال، لكن الاتنين كانوا على شمال الحارس. النادي الاهلي ينتقل في الدقيقة 53 ويكرر نفس ما فعله عبد الله السعيد. وكوفي اخذ الولد الصغير وليد سليمان، لكن ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده يا عبد الله؟ يا نهار يا نهار ابيض عليك يا عبد الله، يا عبد الله يا اخويا سماح، يا عبد الله يا اخويا سماح. حلوه 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 حلوه. الهدف الثاني في ولاد مؤمن زكريا، مؤمن خطير شمال، خطير خطير خطيره خطيره خطيره. المارد الاحمر والدقيقه 68 3-1 مؤمن زكريا. يا عالجمال يا عالحلاوه. بص رمضان بص رمضان، وادي الشناوي، وادي مره تانيه مؤمن زكريا. ارحم يا مؤمن ارحم يا مؤمن. حلوه 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 حلوه. يا عيني يا عيني يا جمالها يا دلالها. 3-1 النادي الاهلي. شوف الكوره شوف الكوره واسودها،
شوف الكورة وقسوتها. نادي الزمالك متقدم واحد، جات له ضربة جزاء يبقى اتنين، يضيعها كهربا، يتعادل الأهلي مع عبد الله السعيد، ثالث 3-1. ايه الليلة والدنيا تتغير، لكن سبحان الله طويلة خطيرة خطيرة خطيرة. والهدف بقول لحضراتكم لسه بدري. We'll be right back.
love the chase and the hunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. In the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day,